كلين طبعا بعتوا لي برده الهوانم ما بدخلوش المطبخ. قلت لهم يا جماعه الهانم اللي مطبخ نظيف ملوش دعوه بالطبقات. صح. اللي اكلها نظيف غالي ولا مكلف ولا مش مكلف. وعايزه اقول لك بقى الراجل يحب ياكل من ايد مراته. ايوه بقى صحيح. جينا بقى للتوبيك اللي انت ماسكاها على السوشيال ميديا وهرياهم. تمام بقى. ستات ورجاله باي ذا واي. ستات ورجاله. احنا النهارده هناخد مكالمات. اوكي؟ علشان ده كان طلب جماهيري يا ست رولي. اتفضلوا. ما صدقنا نقفشك. فانا هسالك عن مقوله شهيره وقولي رايك فيها. اقصر طريق لقلب الراجل معدته. هما بيقولوا كده. ادلوا بدلوك بقى. لا هو كده. احكي لنا. خلينا بس نكون يعني واقعيين ومنطقيين. خفه الدم حاجه والحقيقه حاجه. اوكي. احنا كستات ماشي بس انا يعني انت ست عايزه احتواء طول الوقت. احنا مشاكلنا ايه كستات؟ عايزه يحتويني، عايزه يقرب مني، عايزه يحس بيا. طب حضرتك هو راجع من الشغل يحتويكي على معده فاضيه ازاي؟ طب ما هي برضو بتروح الشغل يا جماعه مالك متحيزه للراجل. مش متحيزه، بتروحي الشغل بمزاجك. لا ده توبيك تاني بقى خالص. انت جاني هنا اسير الجدل. مع العدس تروح الشغل يعني. انا لما بتعب بالشغل بقول الحمد لله بحب شغلي، بس في ناس تروح تحب الشغل يعني شغلها بمزاجها. مش قادره اشيل اسير الجدل اكتر وانا لا اسير الجدل. احنا جايبينك اسير الجدل. انت في اثاره الجدل اكتر. انت هنا بسبب هوا. اصل احنا هوا رولين. انت جايه هنا بسبب اثاره الجدل. طيب خلينا بقى بجد نتكلم. يلا. خروج الست من بيتها بيكون باختيارها. تمام. يعني انت بتختاري ان انت بتلاقي نفسك في كارير، في شخصيتك، في حياتك. اوكي. بتخرجي للعمل باختيارك صح ولا هقول غلط؟ اوكي يعني نسبيا صح. يعني مفيش راجل بيقول لك قومي انزلي الشغل صح. ممكن يعني في ظروف بتحكم في الست بتتطوع انها تساعد. تمام بالظبط. اوكي ده لو مش نازله عن رغبه يعني. بالظبط. يعني انت بتبقي عايزه تحسني من مستوى عيشتك، تحسني من مستوى حياتك، ولادك، فهو بيجيب جنيه انا بنزل الشغل عشان اجيب جنيه، فبنشتغل وبنعيش سوا. اوكي خلاص خرجت للشغل معاه، ما ينفعش بقى اجي احمله مسؤوليه انا راجعه تعبانه يا معلم اطلب كشري ولا كل اي حاجه. الرجاله مبسوطه منك قوي قوي قوي. يعني خلاص انت خرجتي اشتغلتي في فاتوره بتدفعيها لده صح؟ ما ينفعش بقى الراجل ياكل قرديحي كل يوم عدس ياكل عدس قلطم يعني لا بتطبخي كل يوم يا رولي؟ اكيد. وبتطبخي عدس والحاجات دي ولا كله لحوم؟ اللحوم مليونيره. انا حظي المهبب جابني فيديو العدس. لا يلا. بطبخ كل يوم بس انا من انصار انه مش ضروري كل يوم بجد. البروتين ممكن تاخديه من حاجات تانية كتير يعني. واحنا مش ضروري اصلا مطبخنا الشامي مش كله لحوم خالص. وبروتين كتير مصدره بالذات من مصر بيحبوا اللحمه الحمراء جدا مضر.